مساء الخير، عاملين ايه؟ احلى من المسا عليكم. هنوريكم كلبه يا جماعه شرسه جدا، نوتيلا. كلبه دي شكلها كده عندها ربع فاصل، لسه خارجه من ولاده، وطبعا جايلنا هنا فتره اقامه. صاحبها من الشخصيات المحترمه جدا، جابلنا فتره اقامه للرعايه والاهتمام والحاجات دي كلها لحين رجوعه من السفر. انا شايف ان هي عايشه الدور صح. يعني تخيل بقى لما مثلا تكون انت بتدرب في مزرعه كلاب او عندك مزرعه كلاب او حاجه زي كده، ويجي لك كلب شرس. في ناس كتير سالتني السؤال ده، ابو نور انت لما بيجي لك كلاب شرسه بقى بتعمل معاها ايه والاخبار والدنيا والكلام ده كله؟ طبعا زي ما انتم شايفين، هي شايفين، تعالى كده يا سين عدي، هي واضح ان هي ما بتحبش الاطفال. اي حد كبير يعني، انا شايف ان هي مش قابله يا سين خالص. بس خلاص ايه؟ مش قابله ياسين خالص. ناس كتير سالتني، قالت لي ابو نور يعني بتبقى في ناس يعني ما بتربيش كلاب مثلا. قال لي انت يا اخي لما بيجي لك كلاب شرسه بتعمل معاها ايه والحاجات دي كلها، وبتخش عليها ازاي والكلام ده كله؟ تمام؟ طبعا احنا هنوريكم دلوقتي انا بنعمل مع الكلب ايه. طبعا هي الكلبه لابسه كمامه والكلبه بتعض، بس هنوريك ازاي تخش على الكلب. هو مفيش امان، واوعى تثق في كلب. مش معنى الكلام اللي انا بقوله تيجي انت لاقي عامل الحركه اللي ابو نور هيعملها مع الكلب وتيجي داخل عليه ومش عارف ايه، زي حد بقى انا بنحبه حرص. تمام؟ من اي كلب حتى لو كلب هادي اوعى تثق فيه. بس هنوريك دلوقتي طريقه بسيطه كده اللي هي بتهدي روح انت يا سين. اول حاجه ما ينفعش ان انت تخش على الكلب قدام صاحبه. ركز في دي كويس. ليه؟ لان الكلب ثقته بتزيد بناء عن وجود صاحبه قريب منه، او بيبقى شايف صاحبه. تمام؟ زي ما احنا شايفين انا رجعت ورا، مفيش حاجه. تمام؟ الكلب ما يعني اغلب الكلاب ما بتحبش ان هي تخش على حد من ظهر، ودي بتكون عباره عن غريزه في الحيوان. انتوا عارفين انا بنعمل ايه دلوقتي؟ انا بندي للكلب مساحه اللي هي ما اسمهاش مساحه تطفليه. البشر ما تدربوش اول ما جم على وجه الخليقه على فكره ان هم ما يكونوش متطفلين. يعني بالعربي كده لما بتيجي بتمشي بكلبك في الشارع في اي مكان، تبص تلاقي واحد غتت، شايفينها بتعمل ايه؟ بتبص تيجي تلاقي واحد غتت يجي داخل عليك مطبطب على الكلب ومحسس عليه، الله الكلب ده كيوت قوي، الكلب ده جميل بيعمل حاجه. طب تدفع كام لو مسكته؟ تدفع كام لو خدته؟ كل ده غلط. انا عايزك ترتاح عشان ما تشغلهاش، ارتاح عشان ما تشغلهاش. تمام؟ فطبعا دي عباره عن تطفل منك على الحيوان. لا، انا دلوقتي بنعمل حاجه، انا بندي للحيوان فرصه ان يستوعب وجودي جنبه بطريقه الشم. الكلب بيشم الشخص ده، تمام؟ زي ما انتم شايفين. تمام؟ طبعا هي هنا زي ما انتم شايفين كده بتعمل ايه؟ بتنفذ هجوم بقى، يعني دي شخصيه قويه. تمام؟ طبعا ما لقتش فيه اي رد فعل. هجمتها دي لو انا اتهزيت لقدام او اي حاجه زي كده، تمام؟ هتبدا ان هي ايه؟ شمي بقى، خدي مساحه. ما ينفعش تتعامل بشخصيتك القويه مع الكلب من اول يوم، بتحط بينك وبينه عداوه. اخفى شويه يوسف عشان هي مشغوله بيكوا برضه. احلى حاجه الكلب بيحبها حاجتين، الاكل واللي يفكه، بيديله الحريه. فكتها، يلا تعالي بس اقعدي، الاكل واللي يفكه. تمام؟ على فكره غرست الشراسه وهي مربوطه بس، او هي محبوسه. ايه؟ لبستها سلسله ثانيه. تمام؟ نفتح ده عشان ما يبقاش اتنين ليش. بعون الله ممكن 10 دقايق وتشيل الكمامه عادي وتمشي بيها. تمام؟ تعالوا بقى. نو اقعد اقعد. شاطر. يلا. الكلب بيحبك يمشيه.
تمام. خدي تعالي 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 اربطها هنا. لا تمام. تعالوا نرجع تاني زي ما قلنا بالطريقه دي. تمام شايفين. تمام يلا نبتدي نفسها للمقوم على طول. تعالي. على فكره طيبه جدا، مش اللي هي في خيالكم يعني. تمام. بس النمر اللي هي داخله تعملها وصاحبها بقى قال لنا ايه كمان، خلي بالك ان الكلبه دي شرسه جدا وما بتقبلش البني ادمين نهائي. تمام. ده ما معناه ان انا مش بقلل من قيمتها، هي شرسه ودخلتها عليا دخلتين ثلاثه لو مش لابسه كمامه وعملت الحركه دي مع بني ادم هتعضه هتاذيه، لان خبطاتها الخبطات اللي حصلت ديت في ظهري. تمام. فالمفروض اي حد هيتعامل مع كلب او هيشتري كلب شرس خلي صاحب الكلب يلبس لك كمامه، وتيجي تتعامل مع الكلب بالطريقه دي كده لحد الكلب ما يتعرف عليك. وقلت لكم في حاجتين الكلب بيحبهم، الاكل، واستحاله كلب شرس او ما يعرفكش هياكل من ايدك اول يوم، واللي يحله ويمشي بيه، يعني بالعربي كده اللي يديله الحريه. تمام. الحاجتين دول يا جماعه مهمين جدا، وركزوا في الكلام ده. يبقى لما نروح نشتري كلب شرس لازم نخلي صاحبه يلبس لي كمامه ويربطه لي ويسيبه يمشي. بعد كده ما نخليش صاحب الكلب يقف قدامه. تمام. لان الكلب بيستمد الثقه بتاعته من وجود صاحبه في المكان. ادي حاجه كمان. الحاجه اللي بعد كده، اوعى تخش على كلب مفيش كمامه وتثق فيه، حتى ولو كلب هادي ما بيعملش حاجه. ركز في الكلام اللي بقوله كويس. واحلى مليون مسا عليكم، تابعوا الحلقات اللي جايه عشان نشوف نوتيلا في الفيديوهات، وتبقوا تدونا رايكم.